مساء الخير. المثل يقول إيده بالماعون وأصابعه بالعيون. هذا حال العملية السياسية بالعراق. تذكرون هذه المناسبة اللي اجتمع بها أغلب الزعماء السياسيين؟ كلهم قروا الفاتحة بمناسبة تكليف السيد الكاظمي بتشكيل الحكومة، وراها بأيام قروا الفاتحة على حكومته، وبدأ شغل المشارك المعارض، يعني رجل بالمعارضة ورجل بالحكومة. اليوم هذه الصورة ذكرتنا بيوم التكليف، نفس الوجوه تقريبا، لكن هالمرة جمعها السيد الكاظمي حتى يخلي النقاط على الحروف، لأن بالأيام السابقة شفنا آراء مختلفة بخصوص اتفاق الانسحاب الأمريكي نهاية العام الحالي. ناس ترحب، ناس تقول هذا الاتفاق وهمي وما راح يتطبق، وأكيد يتذيل البيان بتهديد ووعيد وسنتخذ وسنفعل. الأمر الغير مفاجئ أنه بيان الاجتماع اللي انعقد اليوم كان مليان إشادات وماكو أي اعتراضات أقتبس منه، وأكد المجتمعون تأييد نتائج الحوار والنقاط التي وردت في البيان المشترك، وهو فيما يتعلق بالعلاقة الأمنية بين الجانبين وانتقال العلاقة إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري وعدم وجود قوات قتالية بحلول نهاية العام الحالي، وإن هذا الاتفاق ينسجم مع الثوابت الوطنية العراقية ومع مقتضيات السيادة الوطنية. ما شاء الله المواقف ثابتة وبلا تغيير كالعادة. أعطيكم مثال واحد، السيد هادي العمري رئيس تحالف الفتح حاضر باجتماع اليوم، يعني هو من المؤيدين لاتفاق الانسحاب الأمريكي، لكن قبل 3 أيام ظهر الشيخ قيس الخزعلي اليمين عام عصائب أهل الحق ووصف المفاوضات في واشنطن بأنه هذه مفاوضات الخديعة. لكن تابعنا أيضا بداية الحملة الانتخابية، يعني واحدة من هذه الأطراف اللي هي يمكن شفنا المشاركة اللي صارت أو إعلان تحالف الفتح، واحدة من الأطراف المنضوية تحت للمشاركة بالانتخابات المبكرة هي العصاك أو صادقون. فشنو الموضوع؟ أكو تقاطع بالمواقف داخل التحالف نفسه؟ لو أنا كسياسي داعم وكمقاوم رافض، وهالشي رجعنا للمثل اللي بدينا به، إيده بالماعون وأصابعه بالعيون. المهم أكو موضوع ثاني ما زال غير واضح، وهو موعد الانتخابات. البعض اللي إلى الآن مصر ويتوقع تأجيلها، بينما التأكيدات الحكومية مستمرة بخصوص إجراءها في 10/10. لذلك نقدر نعتمد على بيان اجتماع الزعماء السياسيين اليوم، لأنه البيان أكد على الالتزام بالموعد والمعايير والضوابط. لكن هل شيء كافي؟ خاصة في ظل الانسحابات الأخيرة، 4 كتل أعلنت انسحابها، اللي هي التيار الصدري، الحزب الشيوعي، أياد علاوي، صالح المطلق. وهالانسحابات مهمة لو ما تأثر. إذا ما تأثر ليش ذكرها المجتمعين اليوم؟ البيان دعا القوى السياسية اللي أعلنت عدم المشاركة بالعملية الانتخابية إلى العودة عن هذا القرار والبدء بحوار صريح لتحصين العملية الانتخابية وتحصين الديمقراطية في البلد. هسه تقول لي ذولا منافسين لهم ليش مصرين على ارجاحهم العملية الانتخابية؟ هم اقول لك هذا الشيء مو لسواد عيون المنسحبين، لان هذا الانسحاب ممكن يأثر بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بنسبة المشاركة بالانتخابات. مثلا انتخابات 2018 اللي تحدثت بها المفوضية بوقتها انه نسبة المشاركة الشعبية كانت 44%. المصادر نفت هالشيء وأكدت أنه النسبة ما تجاوزت 18%. شلون بهذه الانتخابات إذا ما شارك جمهور الأحزاب المنسحبة وخاصة جمهور التيار الصدري؟ هالشيء راح يأثر على نسبة المشاركة ويؤكد وجود مقاطعة شعبية وبالتالي عدم رضا عن الانتخابات. السبب الآخر هو الموقف الدولي، يعني شنو ممكن يكون موقف الدول من العملية السياسية إذا انسحب هذا العدد من الأحزاب وإذا تم تسجيل نسبة مشاركة متدنية. لذلك الكتل تتعامل بمنطق تعال نافسني بالانتخابات ولا تعوفني في وضع. قبل ما أختم اليوم وصلنا خبر مؤلم، حبينا نذكر للناس حتى ما يتكرر هذا الخطأ. اليوم صار حريق داخل منزل في منطقة الغزالية في بغداد. هذا الحريق راح ضحيته 4 أطفال، لأنه الأب والأم متعودين يقفلون الأبواب على أطفالهم ويروحون للدوام. لذلك حتى من وصلت فرق الدفاع المدني ما قدرت تنقذ الأطفال، لأنه الأبواب مقفلة وبصعوبة فتحت. الرحمة للضحايا، لكن يا ناس خليكم حذرين، الحرارة مرتفعة، الكهرباء ما مستقرة، والحرائق في تزايد، ومو صحيح تتركون أطفالكم بوحدهم بالبيت، لأنه بخطأ ممكن تخسروهم وهذه الخسارة ما تتعوض.